رصد فريق برنامج يا هلا في السعودية واقعا مريرا لآلية العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة، وخرج بالنصيحة التالية: إذا رغبت بالعلاج لدى الطبيب الحكومي فعليك أن تتأكد من قوة علاقاتك الشخصية لتتمكن من العلاج دون أن تقف رقما جديدا في قوائم الانتظار، طبعا بالإضافة إلى الأمل وإلى الدعاء. وإذا رغبت في العلاج لدى الطبيب الخاص أو المستشفى الخاص فعليك أن تتأكد من رصيدك المالي وقدرتك على الاستمرار في دفع فاتورة الطبيب حتى لا تعرض نفسك للاحتجاز أو الملاحقة المالية، أو لأبنائك أيضا حتى هم يحتجزون وربما تجلس طول العمر وتتسدد عشان يطلعون وفي النهاية يصبحون من الأبناء البررة للمستشفى، يعيشون ويحيون ويموتون فيه ربما. اليوم عزام الخديدي رصد حالة لأسرة تستنجد من أجل مساعدتها لدفع فاتورة علاج 3 توائم بقيمة 250,000 ريال في مستشفى خاص، لكن القصة محزنة. كيف وصل المستشفى الخاص؟ خلونا نشوف هذا التقرير لزميلي عزام الخديدي، ثم نعود بعد ذلك للتباكي، عفوا للنقاش ربما. غزل وغرام توأمان جاءتا إلى الدنيا دون أن يعلما أنهما بطلتان لقصة مأساوية اغتالت فرحة أبيهما وأمهما بمولدهما. فصول القصة تبدأ باتصال الأم الحامل بثلاثة توائم وهي في شهرها السابع لتبلغ زوجها أنها على وشك الولادة، لينطلق الزوجان إلى المستشفى المتابع لحملها ليفاجأ بعدم وجود حضانات لاستقبال التوائم الثلاثة، وهو سيناريو تكرر مع أكثر من مستشفى حكومي وأهلي. من 12 بالليل 11 لين 11 ونص 12 في الظهر ثاني يوم، وإحنا ندور على المستشفيات ما في أحد إلا المستشفى هذه استقبلتنا. وبعد أن كاد يفقد الزوجان الأمل في نجاة أبنائهما الثلاثة، وجد محمد أخيرا مستشفى خاص استقبل الحالة لتبدأ فصول مأساة أخرى. بسأل حق المحاسبة قديش حق الحضانة في اليوم الواحدة، بس من باب العلم لأن الطفل راح يحطوا الأطفال بالحضانات الثلاثة. هو بيقول لي الدكتور المحاسبة واحدة فيهم بيقول لي حقه ما يقارب الواحدة أقل شيء 1600 مع العلاج يمكن توصل 2000 ريال في اليوم. ثلاثة أطفال 6000 ريال في الأسبوع، يعني 42,000 ريال، وهم بحاجة لشهر ونص في التقرير الطبي كاتبين لي، يعني ما يعادل 250,000 ريال زي ما هم قدر الدكتور، يعني كل واحدة 70 70 70. خلال فترة الحضانة فقد محمد وزوجته أحد التوائم الثلاثة دون أن يعلم سبب الوفاة، لكنهما علما أن فاتورة العناية بالابن المتوفى تجاوزت 70,000 ريال. يوم 25 شوال توفى بسبب ما ذكروا السبب، توفى اتصل علي قال له تعال شيل ابنك توفى، وجيت أشيله عشان اشيل الطفل من الثلاجه، فقالوا راح اسحب الفاتوره من الحسابات، فبسحب الفاتوره 157,000 ريال، فما عرفت ايش اسوي، رحت للمدير فخفض لي اياها لحد 90,000 ريال، فمضيت ما عندي فلوس حتى ادفع حتى 90، فطلعت قال لي اطلع للمحاسبات واعمل كمبياله على المبلغ. بين الفينة والأخرى يقلب محمد هذه الفواتير التي أثقلت كاهله بديون تجاوزت 250,000 ريال لم يستطع أن يسدد منها سوى 30,000 ريال، في وقت بدأت فيه مطالبات المستشفى المعالج بضرورة السداد وإلا سيتم رفع قضية عليه. مبلغ ما يزيد عن 250,000 ريال، فاضطريت ما أعرف كيف بدي أجمع المبلغ هذا أو كيف ما عارف كيف اتكلم معاه.
ستكبر غرام وغزل وستكبر معهما الأسئلة، كيف لم تتسع مستشفيات مدينة بأكملها للتوائم الثلاثة بينما اتسع لهم رحم أمهم؟ لكن السؤال الأهم، كيف فقدت غزل وغرام توأمهما الثالث؟ ربما تكون الإجابة حاضرة غدا إذا الموؤود سئل بأي ذنب قتل. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة. شكرا لزميلي عزام على هذا التقرير. طبعا بالمناسبة كان مفروض يكون معنا مستشفى الولادة في جدة، ولكن اختفى ربما في ظروف غامضة ولا غير غامضة ما أعرف، بس كان وعد الزملاء في الإعداد أن يكون معنا لم يأتي اليوم. بس قبل أن نبدأ في النقاش، بالمناسبة أبغى كل مشاهد ومشاهدة يتخيل المشهد أنه ثلاث توائم وتمر فيهم على المستشفيات وتوصل للمستشفى ويقولون لك إحنا صراحة نستقبل طفل واحد، بمعنى أن الطفلين ذلك تصرفوا فيهم يموتون يعيشون ما يعنيهم. أيضا راح نستعرض اليوم تصاريح كثيرة لبعض وزراء الصحة حول هذا الموضوع. بالمناسبة راتب أبو التوائم هو 1800 ريال، يعني هذه مشكلة كمان أخرى. حول هذا الموضوع معنا في استديوهاتنا من جدة مساعد رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية الأستاذ عمر المضواحي، وينضم لنا من هناك أيضا الأخصائي الاجتماعي في مستشفى الأمل في محافظة جدة الأستاذ حمدان الغامدي. أبدأ على الأستاذ عمر، أهلا وسهلا بك، يعني تعليق على ما سمعت وما شاهدت. والله هذه الحالة أخويا علي يعني تكاد تكون متكررة ومتوالية على مدى أيام السنة أو السنوات الماضية. القصة تتعلق في قصور كبير جدا في النظام التأمين الصحي الذي ينبغي أن يكون أحد الأولويات التي يعني نضعها على خارطة الواقع. هناك يعني تكاد تكون القضية يعني ظاهرة وموجودة في كل المستشفيات الموجودة، وهي لا تتعلق فقط بقضية أطفال، بل هناك أيضا مرضى وهؤلاء، وأيضا هناك بعض الجثث التي تحجز في ثلاجات المستشفيات لا يفرج عنها إلا بعد سداد المديونيات التي عليها. لا أريد أن أقدم صورة سوداوية عن ما هو واقع، ولكنها بالفعل هناك صور ينبغي النظر إليها بشكل واضح وكبير، وأن تعالج بشكل رسمي من الدولة التي عليها أن تقوم بواجباتها تجاه هذه الأوضاع التي تكاد يعني تقض مضاجع كل الأسر وكل المقيمين الموجودين في المملكة العربية السعودية. نعم.